هي فابريكا لسه فاتحه؟ معقوله بعد كل اللي هجرها ده هو في الحته بتاعتهم لسه فاتحين؟ ده كان بيطلقوا عليه العش الهادئ للهروب من ضجيج المدينه. It's part of our life. Paprika is part of our life. ده جزء مننا. ملتقى الادباء والفنانين ولعيبه الكوره اتغيرت والظروف اتغيرت وكل شيء اتغير. ابقى بنت نبيل توفيق اللي عمل مطعم بابريكا. دي كانت شقه بابريكا، كانت شقه على بعضها كده، ما كانش فيه كل الازازه اللي على الكورنيش، ما كانش فيه باب على الشارع، كان فتح كله على بعضه، جاب مهندس ديكور جديد قال له انا بحب قوي الروستيك، وهو فعلا عمل بيحب الخشب، بيحب الحاجه الاوثنتيك. يعني اشتغلت فيه من 81، كان عمري 12 سنه. انا هنا من 86 وانا لسه صغير كده، اول ما طلعت البطاقه جيت على المحل هنا. بقى لي 30 سنه هنا في المطعم و لحد دلوقتي لسه موجود يعني الحمد لله. شهدت عصر المجد كله بتاع المطعم من 30 سنه لحد وقتنا هذا. احنا من 74 يعني بقالنا 44 سنه. 44 سنه ده عمر طبعا يعني شهد ايام جميله جدا وايام صعبه جدا. لا هو بابليكا شاف ايام طبعا جميله جدا جدا، يعني اي حد عنده بريك كان بينزل هنا، هوت كان يعني اي ممثله كانت بتنزل طبعا باللبس بتاعها كده. غير كده كان مثلا ممكن بيبعتوا ياخدوا اكلهم من هنا عشان خاطر ياكلوا فوق. كان كله بيشهد طبعا، الفنانين كلهم كانوا الاول شغلهم كله في مبنى الاذاعه والتلفزيون قبل ما تنقل مدينه الانتاج الاعلامي. فكان كل التصوير مسلسلات افلام فوازير كان بيبقى هنا في المبنى. طبعا مع الضجيج بقى بتاع ماسبيرو كانوا بيجوا يريحوا اعصابهم هنا عندنا في المطعم، ياخدوا لهم وقت كويس ويرجعوا شغلهم. في كان الفنان الكبير قوي استاذ محمود عبد العزيز كان بيجي عندنا ياكل هنا، ودايما على طول بيحب السلطه السليمه، يعني الطماطم بتبقى سليمه، الخيار بيبقى سليم، بيحب الحاجه سليمه جدا ويقعد ياكل فيها هو لوحده ويقعد يقطع لنفسه. وبرده الممثل برده في احمد زكي الله يرحمه برضه كان بيجي لنا هنا، وساعات برضه كان طالع في دور انور السادات وجه هنا اللي عندنا وببص كده ايه ده مين؟ انور السادات قال لي انت ما تعرفني؟ قلت له انا عارف حضرتك مين؟ حضرتك احمد زكي. قال لي انت عارفني ازاي؟ قلت له يا باشا انت بتيجي لنا على طول عشان كده انا عارف حضرتك. الفنان ابراهيم نصر كان هو مدام سعاد يونس كانوا موجودين عندي، وكان ساعتها بتقدم له مسلسل في التلفزيون ساعتها، فجم فبقول له استاذ ابراهيم الدور بتاعك في المسلسل جامد جدا وكده، وقال لي ميرسي ربنا يخليك. قلت له حتى في افيه حضرتك كده عملته ومسمع يعني. قال لي ايه هو؟ هو كان طالع يعني عقله تعبان شويه كده، فمحمود مليجا الله يرحمه عمل موقف، فهو بقى رايح بقى يقول لابوه يعني ان انت عملت، فراح بيقول له ابا مخك كبير قوي يابا، صدق القلطع اللي بجواه ديب، ده هو بيقول للفنان محمود المليجي كده يعني. فساعتها قلت له كده فقعد يضحك ساعتها يعني واتبسط يعني طبعا ان متشاف يعني، والناس يعني بيرددوا افيهات وكده. الكلام ده كله يعني قل لي بشكل كبير جدا، يمكن بنسبه 80% قل لي يعني من بعد ما من قبل الثوره، من بعد ما تنتهي الانتاج، وبعد كده من بعد الثوره بقت الناس اللي بتيجي بتبقى جايه البابريكا مش جايه في شغل. يعني الاول كان بيبقى في شغله وبدل ما يروح لا يجي يتغدى ببابريكا.
اللي انا متذكراه كويس جدا كان في السنه اللي اختيل فيها رئيس سادات دي، احنا كنا موجودين كويس، وانا يعني انا فوجئت طبعا كان العرض شغال واحنا كنا موجودين هنا، انا فوجئت بال يعني الدبابات، يعني في كان في حاجه يعني عسكريه، كان في قوات بتاع جت اول حاجه بتيجي تامن المبنى، فلان المبنى اخطر حاجه طبعا يعني في موجوده هنا في الحته ديات، وكان لازم يبقى فيه تامين جامد جدا على المبنى. ببص لقيت مبنى التلفزيون دوت اتقلب جيش وعساكر وعربيات امن مركزي، وبعد شويه حصل بقى حصر تجوال، وانا كنت ما فيش 12 سنه، فكان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا، يعني انا شايفها قدام عينيا بقى مش شايفها في التلفزيون. فدي المواقف اللي انا ما اقدرش انساها ابدا، يعني انا عندي 12 سنه وفاكر لحد دلوقتي، يعني 38 سنه عدوا عليهم وانا فاكر الموقف ده بالظبط ومش قادر انساه. تشيع مصر اليوم ومعها شعوب العالم المحبه للسلام والحريه جثمان شهيدها الراحل محمد انور السادات، تودعه قائدا من قواد الحرب وبطلا من ابطال السلام. علي صوتك بالهداف، احنا شعب مش بيخاف، احنا شعب مش بيخاف. سامع صوت الجماهير طالع ينادي بالتغيير، عيشوا كرامه وانسانيه ورزق دايم للفقير. على فكره شفنا كل انواع الديمونستريشنز، يعني من اول حتى اللي مش لاقي بيت يسكن فيه، يعني الناس اللي هم يعني كان عندهم ما عندهمش بيوت وعايزين يروحوا يتنقلوا في البيوت الجديده، بصي يو نيمت، احنا ما فيش مظاهره ما ابتدتش من عندنا هنا. ميدان التحرير خدي بالك واسع واسع جدا، فلما يحصل فيه فانت حواليكي حاجات كتير، احنا هنا شارع النيل الكورنيش والشارع اللي ورا والحته اللي قدام المبنى، وهو طبعا بالنسبه لهم المبنى كان هو اللي المفروض بيسمع يوصل الصوت يعني. واي حاجه تحصل، اي حاجه تحصل مهما كانت بسيطه الدنيا بتتقلب عندنا، اي حاجه تحصل. احنا كنا في قلب الحدث زي ما بيقولوا، كل الاحداث اللي كانت بتحصل احنا كنا فيها. 25 يناير كان يوم ثلاث عدى بسلام، الاربع عدى بسلام، الخميس عدى بسلام، يوم الجمعة احنا كنا موجودين هنا وكنا قاعدين انا واخويا وجوزي، وبعدين احنا قولوا بصادن كان اولا كانوا حوالينا امن مركزي كتير وعربيات امن مركزي كتير، وكان الثلاث ايام دهمات كان في زي تأمين قوي جدا للمبنى. انا كنت جوه في المطبخ ويدوبك طلعت لقيت الشارع كله فضي جدا، في ايه؟ وبعدين لقيت دبابتين ابتدوا ينزلوا، فحسينا ان في حاجة بتحصل احنا مش عارفين ايه اللي كان، ما كناش عارفين ايه اللي بيحصل يعني. وكان في جست عندنا والدنيا باظت بقى، لنا بقى في حديد بيتحدف على الازاز ويتكسر، حديد تقيل جدا يعني زي الحربه كده ومحدوف من ناحيه الكورنيش. احنا عندنا دخلوا حوالي 7 تنفار ده من تنفار كده، دخلوا كسروا الازاز الاول ودخلوا المحل. لحسن حظنا ان كان في 3 عماله ما كانوش لحقوا ان هم يمشوا، وطبعا هو دخل المحل بقى عاوز يشيل اي حاجه، فهو داخل مش لاقي الا ترابيزات وكراسي قدامه هشيل ايه، فحاولوا يخشوا جوه، في واحد منهم دخل ساعتها على الخزنه واحد زميل دخل عشان يامن الخزنه، ساعتها كان بيقفلها مش عارف ايه، لقاه مستخبي تحت المكتب، فمسكه كده قال له ده انا عسكري وانا مش حرامي، ده انا عسكري وجاي مستخبي ومش عارف ايه والحكايه والروايه. طبعا اتصرفوا هم، كان في حديد حاطينه في اللي هو الحديد اللي اتحدف علينا، واحد منهم مسكه وجروا، المهم الحمد لله ايه لما لقوا المكان في حد راح مشوا. طبعا كان جنبنا برضو في مدرعه والعه نار جنبنا، طبعا احنا المحل بتاعنا خشب، جرينا على طول جبنا طفايه الحريق، عملنا طفينا الحريق، طفينا العربيه نفسها بتاعت المدرعه عشان الشرطه ما مشيت جريت، ما فيش اصلا مطافي بقى ولا في اي حاجه، خلاص حصل الانفلات الامني، فكل واحد بقى لازم يدافع بدراعه، لازم لو في لا قدر الله حريق لازم هو اللي يطفي، ما فيش لا مطافي هتيجي بقى ولا اسعاف ولا اي حاجه. انا كنت طبعا انا واقف مخضوض وطبعا متضايق او حاسس ان في حد يعني ممكن يحرق المكان، المكان ده اكل عيشي ان انا لازم احميه حتى لو بايه. وفضلنا برضو موجودين لحد اخر اليوم، وبيتنا برضو فيه يعني لحد ما تاني يوم عشان ما حدش يقدر يجي هنا تاني.
انا كنت في حاله ذهول ورعب اول مره اشوف حاجه زي كده على الواقع، يعني ناس تضرب بنار وناس تموت، فكان موقف مؤلم جدا. يعني كانت طبعا ايام صعبه جدا 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 جدا، لان احنا اولا قعدنا طبعا كده، هو كان الشارع اتقفل، ما كانش فيه خالص اي حد بيخش الشارع غير مثلا على رجليهم الناس وكده وبتاع، والجيش كان معانا، وكان طبعا كانت حياه لطيفه جدا، الناس كلها بتيجي تصور مع الدبابات قدام السور، قدام اللي باني، قدام السور، قدام اللي معلي، قدام السور، قدام اللي باني، قدام السور، قدام اللي معلي. وبقينا نشتغل جوه، لان كان في يعني ميديا اوفيسز كتير جدا في الصف بتاعنا، كنا بنشتغل فعلا، وبعد كده بنقفل وبنطلع بيوتنا وخلاص خلصنا. يعني كان هنا في الام بي سي وقناه العربيه وفي فيديو كايرو وقناه الحره، وكانوا بييجوا هنا يتغدوا وبييجوا يصوروا وبييجوا ياخدوا برضو معلومات. بس طبعا لما حصل قلق طبعا مشيوا. القنوات كلها كانت في الحدث نفسه. يوم احداث ماسبيرو كنا طبعا قافلين، لان كان يوميها احنا كنا فاتحين لغايه الساعه 5:30 6. اول ما الدنيا طبعا اتقفلت، اول ما الدنيا ابتدت تبوظ قفلنا. كانت العمليه كلها حوالين عمارتنا بالذات ديت اللي فيها المطعم، كلها خيم من جميع من الناصيتين بتوعنا، الناس اللي على الكورنيش والناس اللي قصاد ماسبيرو، كانت كلها خيم. الحاجه الوحيده اللي احنا بنساعدهم اللي هم كانوا يعني يحبوا يشربوا، عايزين يشربوا، عايزين يخشوا التواليت كده، يعني ما الحاجة الوحيدة اللي احنا بنساعدهم بكده. دلوقتي طبعا بما انهم هدوا كل البيوت اللي ورا دي في مثلث ماسبيرو لغاية 26 يوليا كده، احتمال انه بعد كده الشارع هيتوضب، لانه طبعا الشارع دلوقتي مش متوضب خالص. يعتبر المثلث دوت يعتبر بالنسبة لنا زي مول تجاري، يعني في ناس عايشة، في محلات، في شراء، في بيع، فكانت حتى لو الظروف حكمت ان احنا محتاجين حاجه كنا بنلاقيها بسهوله جنبينا. يعني دلوقتي ما فيش مكان قريب حتى نشتري منه اي حاجه. اصبحنا ان احنا حسينا ان احنا يعني الونس اللي كان ورانا حسينا ما فيش ونس خالص، يعني ما بقاش في ناس خالص ورانا خالص. احنا عمرنا ما فكرنا نقفل، بالرغم من صعوبه جدا جدا الظروف اللي كنا مرينا بيها، ظروف صعبة قوي في اي حالة طبيعية، ما كانش ممكن خالص انك تكملي. بس احنا التزامنا القوي جدا وحبنا ووفقنا للمكان ده ما خليناش ولا يوم نفكر ان احنا نقفله. انا المكان ده انا جيت فيه يعني وانا شاب صغير، واتجوزت وخلفت ولاد اتجوزوا وانا في المكان، فانا عن نفسي انا مرتبط بالمكان ده، حاسه كابني كابويا كيعني حاجة مني. 16 سنة ده عبارة عن طلعت بطاقة، أول ما طلعت بطاقة على طول جيت على هنا أكني أنا اتولدت هنا. وده يعني المطعم ده يعني عشرة عمره ما أقدرش أسيبه طبعا، وده حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، إن هو أكنه بيتي. يعني الواحد أكنه بيجي البيت التاني.